أرحب بالمدير التنفيذي لشركة ترانس دي جي التي قدمت حفل التكريم الكبير جدا الذي يقام لفريق جدة كرويز. نرحب بك بداية الأستاذ أحمد الشريف في قناة خالد بازيدر. أول شيء أنا أرحب فيكم ومشكورين على إتاحة الفرصة لنا، نحن كنا سبب في إسعادكم ونتمنى نكون يعني زوار يعني خفاف عليكم ما مو دمثقين يعني. إن شاء الله يا رب يكون خفاف ظل على جميع المتواجدين، وقدمتم شيء جميل جدا. فوجئ الحضور بالعروض التي قدمتوها، أيضا بالميوزك اللي كان حاضر في المساء. من الممكن أن نتابعكم في الأيام القادمة، تساندون وتدعمون فريق جدة كروز. يشرفنا أن نكون الذراع الأيمن من جدة كروز. هل لديكم ممكن مشاركات في مدينة جدة في غير مشاركة فريق جدة كروز في الاحتفالات؟ كنا آخر شيء شاركنا في حفلة HTC في تدشين أكبر كرت في العالم دخل مسوعة جينز، ودحين على وشك إن شاء الله بعمين تدشين حفلة بيبسي كمان داخل مسوعة جينز، واللي بعدها ما أقدر أقوله لأنه مفاجأة، فخليها تصير وحيكون حدث شبه عالم يعني. أن الآن قاعدين تسوي خطوة بخطوة لدخول مسوعة جينز، ممكن تتحدوا البطل الكبير جدا اللي شارك مع فريق ريد بول القفز المظلي للفيليكس العالمي. أعتقد أن احنا هنكون مش على المستوى العالمي في اللي احنا هنسويه بعد 30 يوم، يعني ممكن نقول على مستوى الشق الأوسط أن احنا هندخل جهاز لسه ما دخل الشق الأوسط. هذا جهاز له القدرة أنه يهد بنيان كامل ويرجع يبنيه مرة ثانية بالليزر. تقريبا انا كنت تابعت العرض هذا في اليوتيوب، شيء جميل جدا، واتمنى ان يكون متواجد في مدينه جده. حيكون متواجد ان شاء الله 400، احنا اول رائدين في هذا المجال حندخله في الشرق الاوسط بعد 30 يوم من الان. حنكون احنا اول شركه على الشرق الاوسط جابت هذا الجهاز، واعتقد انه حيكون له اثر كبير في تقدم الايفنت على مستوى المملكه العربيه السعوديه، بما انه دخل المملكه العربيه السعوديه فهي الدوله العربيه الاولى اللي دخل في هذا الجهاز، وهذا طبعا يشرفنا كلنا طبعا يعني. اكيد بلا شك، شكر كبير جدا لشركة ترانسي على الدي جي التي على الشيء التي تقدمه في هذا المساء وأيضا في المحافل القادمة، ونتمنى لكم التوفيق وحظا سعيدا لكم. شكرا، يعطيك العافية يا رب.